أعزائي متابعي صفحة رولا يميز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايبت لكم طبق بشهي وأنا بحبه كتير، بس شوي بغلب لأنه كثرة الستيج اللي راح يمر فيها الطبخة عبين ما توصل للمرحلة النهائية. اليوم رح نعمل طبق الكسكسي الليبي او المغربي او التونسي اللي انتم، او الجزائري، بس هذا هو الكسكسي تاع رولا يميز. اوكي، يعني اخذنا من كل قطر اغنية وشكلناه كله مع بعض، بحيث اني انا هاي الطريقة اللي بعتمدها بالبيت بغض النظر عن المصدر، انه يكون من ليبيا ولا من تونس ولا من الجزائر، كلهم خير وبركة، بس هالفكرة وهالإنجريدينس سوا كلها بالتيست تبعنا. خلينا نتعرف سوا على المقادير، انتظروني بخلال ثواني. وصفتنا لليوم بتحتاج كتير أشياء. أوكي، خلينا نبلش بشكل عام إيش هي المكونات لطبختنا لليوم. بحتاج إلى فخذ خروف كامل ومقطع قطع متوسطة، بس بخلي أنا الموزة الوحدة الكبيرة لأنها بنتي بتحبها هيك تأكلها، فبخلي لها إياها زي ما هي. بحتاج إلى تقريبا قرع، القرع اللي لونه أورانج، البامكن يا جماعة شايفينه، بعمله بقطع كبيرة لأنه هالطبخة بشوفها لما يكون القرع فيها طبق كبير بيكون كتير طيب. طبعا هذا أوبشنال، يعني أنت بتحبي تحطي كتير، بتحبي تحطي بس قطعتين في الطبخة اوكي، بتحبي تحطي 10 قطع up to you. اوكي، فانا بالنسبة لي بحط لكل واحد تقريبا قطعة بطبختي، يعني تقريبا معي 7 قطع هون pumpkin. بستخدم كمان القرع الاخضر الكبير، شايفين هذا القرع؟ عندي نوعين من القرع في الطبخة هاي، انا بستخدم قرع اورنج والقرع الاخضر. القرع الاخضر زي القرع اللي احنا بنحفره، هو هذا نوعه هندي اصلا، القرع هذا زي اللي بنحفره، بشفيه من ورا خلينا نقول، او بحته من القشرة تبعته وبقطعه هلأ مكعب، مش مكعبات، دوائر شوي عريضة، وعشان تكون مع الخضرة اللي راح استخدمها. بحتاج كمان الى 4 حبات بطاطا، بقصهم بشكل طولي، واذا بتحبي تقصيهم بشكل دائري برضو زي ما بحلالك. بحتاج لحبتين جزر ومقطعين بالطريقة اللي انت بدك اياها، وبحتاج هون تقريبا 6 حبات كوسة، احنا كثير بنحب الكوسة، فعادة بزيد انا عدد الكوسة والبطاطا في هالطبخة حسب رغبة اهل البيت. بحتاج كمان 2 فلفل حار، هو هذا الفلفل مش حار، عادة بيكون شوي يعني بيعطي النكهة. اوكي، واحد منهم بقصه الى زي ما انتم شايفين هيك قطع، تمام، وواحد بخليه للمنظر يكون شكله بالضبط زي ما هو بالطريقة هاي اللي انتم شايفينها، تمام. بحتاج 4 حبات بصل صغار، هلأ بدي اقص كل واحدة 4 قطع. بحتاج لكوب من الحمص المنقوع، انا بكون نقع الحمص بمي وشوية بايكربونات الصودا، فبحتاج الى كب واحد من الحمص، لانه برضو هذا المفتول بيحتاج للحمص بالطريقة اللي بكل الطرق، خلينا نقول الاردنية، ليبية، تونسية، whatever، كله بيحتاج للحمص. بحتاج الى كيلو من الكسكسي المفتول جاهز، بيكون بكياس بنشتريها، اذا مش موجودة عندكم في علب، انا شفتها بعمان كمان اللي هي مكتوب عليها الجمل، في كسكسي ناعم وفي كسكسي بيكون شوي خشن، فانا بستخدم الكسكسي الناعم، انا بحسه انه اطيب بالطبيعي، تمام. وبحتاج الى 2 صلصة توميتو بيست، اوكي، بستخدم انا الكيدي دي، كثير طعمها طيب. طبعا لا يخفى انه بدنا الطنجرة اللي بنستخدم فيها احنا او بنطبخ فيها الكسكسي، هي طنجرة بتتكون من طبقتين، الطبقة التحتانية اللي انا راح استوي فيها الخضار، والطبقة الفوقانية اللي هي راحين نحط فيها، هي زي المصفاي بنحط فيها الكسكسي عشان يتهبل او يستوي على البخار. هاي هي كل المقادير،
اللي الأساسية. بيضل علينا هلأ البهارات، وهلأ البهارات بنرجع نحكي فيها سوا. تمام؟ أوكي، بحتاج هلأ للبهارات ورقتين ورق غار، أوكي، عشان أسلق اللحمة فيها. بحتاج لمعلقتين من الكراوية المطحونة، ومعلقتين من الكركم، بحتاج لمعلقة من الكمون الناعم، وملح وفلفل حسب الرغبة. طبعا إذا بتحبيه حادق بتزيد الفلفل والملح شرحه. بحتاج لمعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، إضافة إلى نص معلقة قرفة. بحتاج إلى نص معلقة فلفل حار باودر، وهذا كمان اوبشنال. إذا أنتم ما بتحبوا البحرق ما بتحطوه، إذا بتحبوا البحرق بتحطوه. تمام؟ بحتاج كمان إلى زيت زيتون، تقريبا خليني نقول ربع كوب من زيت الزيتون، مخلوط فيه 3 معالق أكل من الزيت العادي، هذا اللي راح أنا أقلي فيه البصل واللحمة. تمام؟ هاي هي كل طبختنا أو مقادير طبختنا لليوم. انتظروني سوا عشان نطبق مع بعض، عشان تسهل الأمور علينا أكتر وأكتر، لأنه لما نشوف ونسمع ونحاول نحصل 100% على نتائج رائعة بكل شيء بحياتنا. تمام؟ انتظروا. هلا بنبلش نرتب خطواتنا عشان يعني نكون مرتبين بشغلنا. أول إشي بنعمل بعمله، بجيب قطع اللحمة وبحطهم كلهم بالجاط اللي أنا بدي أشتغل عليه، عشان أتبلهم في كل البهارات قبل ما أبدأ أشتغل. تمام؟ بحطهم هون، طبعا بكون غسلتهم أنا قبل بالمي والملح، ويعني بعرف ايش انتم كيف تغسلوا لحمتكم، كل واحد يغسل لحمته زي ما بده. تمام؟ اوكي، هاي عندي اللحمه، بجيب هلا كل البهارات اللي عندي وببدا في الكراويه، بتبل كل اللحمه بكل البهارات اللي عندي. حطيت الكراويه، وحطيت هاي القرفه والفلفل، عفوا القرفه والكزبره الناشفه، هاي الفلفل البابريكا الحار، اوكي، في بابريكا عادية وفي بابريكا حار طبعا، والكمون. تمام؟ هاي كمان الكمون حطيناه، وباجي على الكركم، وعندي الملح والفلفل الاسود، وباجي بجيب جزء بسيط من الزيت اللي عندي، وبحط نقطتين او ثلاثة، يعني شايفين هاي هي بالضبط. هلأ عشان يسهل علي خلط كل اللحمة مع بعض. هلأ انا لما حطيت البهار كله مع بعض، بحاول ادعك كل اللحمة، او بخلي كل اللحمة تيجي عليها كل البهارات، وبخليها على جهة تقريبا ربع ساعة قبل ما اطبخها، عشان تصير منكهة بكل هالبهار اللي معي. تمام؟ هلأ أنا هيك عم بخلطها، بخلط كل البهارات. انتظروني خليني أخلطها منيح، لأني بصور لحالي اليوم، وبنرجع سوا بنقولكم إيش بدنا نعمل بعدين. وهلأ هيك هاي اللحمة بعد ما تبلتها تقريبا، وصار لها ربع ساعة تقريبا متبلة. الإشي اللي بعمله هلأ، بحط بطنجرة على النار. طبعا أنا المفروض أطبخ في طنجرة الكسكسي، بس لأنه الخضار او الكميه اللي انا عاملتها كتير اكبر من الطنجره، فبس بخلي الطنجره هلا بس عشان اعمل عليها بخار او التبخير للكسكسي نفسه. اما للطبيخ فانا بستخدم هاي زي ما انتم شايفين طنجره كبيره، اوكي، لانه عدتي كتيره، او خلينا نقول مقاديري كتير. اول اشي بعمله بجيب الزيت الزيتون والخليط اللي احنا عاملينه، اللي استخدمنا منه جزء للحمة بالتتبيل، وبحط عليه البصل بعد ما قطعت 4 حبات بصل بأربع. تمام؟ بقليهم سوا زي ما انتم شايفين هيك، اوكي، وبضيف عليهم الفلفل القرن والفلفل الثاني اللي قطعناه، اوكي، بخليهم شوي يتدبلوا هيك مع بعض، يعني يبلش يطلع ريحة الخليط،
اوكي هي شوفي كيف بلش البصل يفتح عن بعضه، هو المطلوب. هلا لما احس انه بلش يتقلى هيك مع بعض، كل الخطوه اللي بعملها ببلش اضيف قطع اللحمه على البصل والخليط الباقي. اوكي هاي اللحمه وبقلي طبعا كل هالخليط مع بعض مع هالبصلات عبين ما تنشف اللحمه من جميع الاتجاهات. اوكي بهالاثناء بكون عم بحضر انا بغلي مي تقريبا خلينا نقول نص لتر لاكثر من نص لتر، انا والله لتر بستخدم لتر مي بغليه قبل ما انا احطه على اللحمه بعد ما تتقلى هلا، فبحاول اغلي لتر مي وانتظروني شوفوا ايش رح نعمل هلا. شو صار مع لحمتنا؟ شايفين احلاها؟ ما شاء الله هاي اللحم ممكن. هلا لما احس انه هيك نشفت شوي اللحمه زي ما انتم شايفين شو بعمل؟ بضيف الورقتين الغار وبضيف عليهم واحد من التوميتو بيست. اوكي وبخلطهم كلياتهم سوا، كل اللحمه مع بعض هيك عشان تتذبل اللحمه والطماطم مع الزيت والبهارات كلها سوا. خلوني اقلب لانه مش قادره اقلب كثير لحظه. اوكي انتظروا هيني قلبت اللحمه تقريبا مع الصوص تمام مع صلصه البندوره، وهلا لازم اضيف عليهم المي عشان اللحمه تستوي وتوصل لمرحله النضج اللي انا بسال عليه. بس طبعا بدي اقول لكم شغله، انه انا بالنسبه للحمص الحب لانه هو اكثر شيء بياخذ وقت فبضيفه مع اللحمه زي ما انتم شايفين هيك الكوب اللي عندي، وبضيف عليهم المي وبخليهم يغلوا ليستووا مع بعض تمام. بضيف عليهم تقريبا لتر مي. اوكي طبعا الملح يا جماعه والفلفل والتمليح والفلفل الاسود وكل اشي راجع كل واحد للطريقه اللي بحبها وللطعم اللي بحبه. اوكي هاي زي ما انتم شايفين هيك، هلا بخلي اللحمه تستوي بمرق الطماطم والنكهه كتير 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 طيبه، وتقريبا بتركها على لمده ساعه هون عشان تستوي كتير كتير منيح، وقبل ما تستوي نهائي بضيف الخضار الثانية ورح اكون معاكم ان شاء الله لما وقت نضيف احنا الخضرة. هلا اللي بدي اقول لكم اياه اني انا بجهز هلا لتر ثاني من المي مغلية عشان لما يعني لما تستوي اللحمة واضيف الخضار بنحب احنا الصوص يكون شوي زيادة بالكسكسي عشان اللي بيحب يزيد مرق بسموه. اوكي فانا والولاد وبيتي كله واصحابي واللي بيدوقوا عندي هالاكله بحبوا يكون المرق تبعها يعني زياده، مش انه يكون ناشف او تقيل وبس، عرفتوا؟ فمشان هيك انا على التوميتو بيست الثاني هذا هي لساته مسكر هو اللي راح اضيفه مع لتر المي لما اضيف انا ان شاء الله الخضار. اوكي هلا بنغطي على الطنجره وبنخلي الخليط يستوي لمده ساعه وبنرجع لكم ان شاء الله بعد ما تستوي اللحمه. انتظر هلا لنيجي لمرحله تطبيق او اعداد او تجهيز الكسكسي نفسه. شايفين هذا هو الكسكسي، هو زي السميد تقريبا. اوكي شو بعمل انا؟ بجيب معلقه صغيره من الكركم، عفوا معلقه صغيره من الكراوية ومعلقه صغيره من الكمون ومعلقه صغيره من الملح، وبخلطهم كلياتهم سوا وبخلطهم على الكسكسي. طبعا يا جماعه انا بقول لكم الخلطه هاي خلطه رولا يميز، يعني كل واحد حر كيف بده يخلطها، بس انا من كتر ما بتطلع معي كويسه فحابه اني اعلمكم اياها. ذاتس ات، يعني انه يعني بلاش نتقيد انها كانها تونسيه او ليبيه او اردنيه او شيء. اوكي
It's really yummy. اوكي انا هلا هيك خلقت الكسكسي كله كامل بالسبايس اللي انا حضرته. تمام، هلا بجيب تقريبا معلقتين زيت زيتون وبرضه بحطهم على الكسكسي نفسه. تمام، وبحاول اني يعني اخلط كل الكسكسي في زيت الزيتون حيث انه لما يجي يستوي ما يلزق في بعض او ما يكبتل. تمام، شايفين؟ هلا بهاي بعد ما اخلص يعني مزج الخليط كامل قدامي احد الحلين زي ما بيقولوا. اذا بدي انا اخلص نص الطبخه بسرعه شو بعمل؟ بجيب شويه تقريبا ما يعادل كوب ماء مغلي سخن او بارد زي ما بدكم اللي بدكم اياه، بس انا بستخدم سخن، وبصبه على الخليط تاع الكسكسي وبحركه وبغطي عليه الجاب، بخليه 5 دقائق وبرد افتح عليه وبلاقيه انه بلش يفتح. تمام، هلا هو هيك بحسوه زي السميد العادي، يعني السميد مبسوس كانه هون. اوكي، اذا انا ما عنديش طنجره الكسكسي بقدر اعمل هاي الخطوه وبيطلع معي تمام على مرتين مستوي وما في داعي للتبخير تبعه. انا بوضعي انا شو بعمل؟ بحط عليه مي سخنه مغليه وبحط عليه معلقه من مرقه اللحمه وهي تغلي. تمام، وبخلطهم كلهم سوا وبخليهم 5 دقائق. بعدين شو بعمل انا؟ بروح بحطهم بطنجره الكسكسي من فوق وبحط تحت مي وبخلي الكسكسي كامل يستوي على البخار اللي تحت. تمام، هلا انا عشان انتم تكون الصوره واضحه لكم بدي احط عليهم معلقتين بدي احط عليهم كاسه المي اوكي المغليه، وبدي احط عليهم معلقه او مغرفه من الصوص تاع اللحمه. انتظروني عشان اطبق لكم وتشوفوا ايش المقصود باللي بحكيه. تمام، انتظر. اوكي، هلا انا بدي اطبق وضع المي والصوص اللي من اللحمه على الكسكسي واحركهم مع بعض عشان اسكر عليهم 5 دقائق وبعدين احطهم للتبخير. اوكي، خلينا نفتح على اللحمه مع بعض. شايفين كيف صارت لحمتنا؟ عرفت اذا البخار اجى على شايفين شكلهم بشهوا. اوكي، باخذ من هاي تقريبا ما يعادل مغرفه وبصبها على الكسكسي بالطريقه هاي. تمام، هاي طريقه رولا. اوكي، وهي كمان مغرفه وبرضه بحطها على الكسكسي مره ثانيه وبضيف فوقهم هلا كوب الماء المغلي اللي هي انا او الماء الساخن. ها اوكي، طبعا بحطه بالطريقه هاي. ها شايفين، بحركه بالمعلقه وبخليه يمتزج تماما المي مع الصوص مع البندوره مع كل اشي، وبغطي عليه لخمس دقائق وبعدين بنقله على البخار عشان يستوي. هلا بالخمس دقائق هاي بيكون الكسكسي استوى يا جماعه تقريبا، لانه انا مشان هيك بستخدم انا الكسكسي الناعم. اوكي، طبعا هلا انا بهالاثناء عبين ما اخلطه تمام بجيب اتس تايم ان نحط الخضره، لانه انا حسيت ان اللحمه تقريبا ناشفه المي كثير والموست مستويه، فبضيف عليها الخضار. اوكي، وبضيف عليها كمان شويه المي مع التوميتو بيست الثاني وبخليهم يستووا بقى، وبضل علي مرحله التقديم والعرض، وان شاء الله بفرجيكم كل شيء بوقته. تمام، هاي شايفين الكسكسي هلا كيف بلش يختلط مع بعض. خليني اخلطه كويس وافرجيكم كيف عبين ما تيجي الخطوه اللي وراها. هلا دور الخضار. شايفين تقريبا نشفت المي مع الصلصه، ببلش اضيف الخضره، ببلش بالجزر لانه هو اللي باخذ اكثر شيء وقت. اوكي، وبعدين بحط فوقه القرع زي ما انتم شايفين. اوكي، وطبعا البطاطا تبعتنا
وكوسه. هلا مثل شايفين ليش ما بتوسع طنجرتي. اوكي، وهلا بضيف القرع لاني ناسي اقطعه لسه. اوكي هلا بقطعه وبضيفه عشان اضيف المي وملح وتوميتو بيست كمان. اوكي انتظروا، فيني قطعت القرع هي زي ما انتم شايفينه دوائر. هلا بهالاثناء بضيف التوميتو بيست الثاني شايفين، وبضيف عليهم كمان لتر مي عشان الخضره تستوي منيح. اوكي هيهم هيك، وهلا بضيف عليه الماء. اوكي هلا خلينا نشوف كيف الكسكسي صار معانا. شايفين شو طري صار، كثير طري هلا تقريبا، بس لسه شايفين بده كمان شيء 5 دقائق على البخار عشان يعني يكون كثير مستوي. anyways هلا انا في طنجرتي الكسكاس بسموه، بجيب الكسكسي نفسه وبحطه كله بالطنجره. اوكي الطريقه هاي. وبحاول ايش بحاول اعمل حفره بالوسط عشان يجي عليها البخار من تحت. هلا افرجيكم كيف. طبعا هلا هو لما يجمد شوي على النار ببين الفتحه اكثر. شايفين هذه بتصير تطلع منها الدخان وبطلع بطب بالطنجرة، بغطيها بسكرها، بس ما بسكرها كومبليتلي عشان اذا سكرتها كامل ممكن يعجن جدا الكسكسي، فبخلي شوي هيك طرف الطنجرة عشان ما يعجن معي. اوكي هلا بنقلهم خليهم يروحوا للبخار وان شاء الله بوافيكم في الصورة النهائية لطبقي اليوم، وان شاء الله مش مطولين بس شوي. استنى اعزائي المشاهدين، وهاي هي شكل الكسكسي تبعنا لليوم بالخضار، وان شاء الله يا ربي تكون الوصفه عجبتكم وطبقوها، انها سهله جدا جدا وطيبه جدا جدا. شكرا لمتابعتكم والى اللقاء في حلقه قادمه من وصفات رولا يميز، وتمنياتي للجميع بصياما مقبولا وافطارا هنيئا إن شاء الله، وشكراً لمتابعتكم. شوفوا الأرانب مستر، يا ريتكم معي. يلا thank you bye رولا يمي.